السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي الطلبة، مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو من جديد. إن شاء الله في هذا الفيديو كيف العادة غادي نديرو تتمة ديال شابيتر 4. إن شاء الله في هذا الفيديو غنبيو على لا موين. لا موين كنرمزو ليه بإكس بار. لا موين كنرمزو ليه بإكس بار. إكس بار كنكتبو على هذا الشكل، والعلاقة ديال لا موين هي كالتالي: إكس بار كتساوي هذا كتعني المجموع لا سوم من اي كتساوي واحد حتى الان ديال اكس اي فوا ان اي على ان كبيرة. متفقين؟ وفي هذه الفقرة غادي نشوفو لي تيب سيري، غنشوفو من خلاله من خلال هاد الفقرة غنشوفو شنو كتعني سيري سامبل، سيري بونديري، و سيري كونتينو، وكل علاقة ديال على حسب لي تيب ديال لي تيب سيري. اذا اول حاجه غنبداو بها ان شاء الله هي سيغي سامبل. سيغي سامبل العلاقه اللي كنخدموا فيها ديال لا موين في هاد سيغي سامبل هي هذه: اكس بار كتساوي واحد على ان في مجموع ديال اكس اي. هنا غنعطيو هاد المثال من خلاله غنعرفوا شنو هي سيغي سامبل وكيفاش غنخدموا بهاد العلاقه. اذا هاد اكزامبل الاول عندنا فيه واحد، جوج، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، تسعود. هذه هي سيغي ستاتيستيك كيف ما كنقولو، وهذه هي سيغي سامبل. علاش قلت ليها سيغي سامبل؟ لحقاش مثلا هنا واحد ما كيتعاودش عندنا جوج مرات، جوج ما كيتعاودش عندنا منه حاجة وحدة. متفقين؟ اذا كل حاجة عندنا ما كتكررش، هذا علاش سميناها سيغي سامبل. اكس بار العلاقة اللي قلت لكم نخدمو بها في هاد سيغي سامبل هي اكس بار كتساوي واحد على ان كبيرة في صوم ديال من اي كتساوي واحد على حتى الان ديال اكس اي. هنا عندنا ان كتساوي 8، ان كبيرة كتساوي 8. باش عرفتها كتساوي 8؟ هو المجموع واحد، جوج، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، 8. اذا ان كبيرة كتساوي 8. هذه هي المجموع. بحال مثلا باغا انا المجموع ديال اكس اي، غنمشي غندير واحد زائد جوج زائد ثلاثة زائد ربعة زائد خمسة زائد ستة زائد سبعة زائد 8، وغتعطيني المجموع ديال اكس اي. اذا انا عندي والمجموع ديال اكس اي راه عندي، ما هي غير نطبق العلاقة. اذا كيف ما قلت لكم اكس بار هاي حطيتها كتساوي واحد على ان اللي هي 8 في المجموع ديال اكس اي. كيف ما قلت لكم معايا هنا غير كتبت داكشي اللي قلت لكم. اذا حسبت هذا الشيء عطاني 37 على 8 بالضبط، هي 4.625. اذا هذا هو اكس بار اللي هو لا موين في سيغي سامبل. اذا اكزامبل 2 عندنا هنا واحد، جوج، ثلاثة، خمسة. ان كبيره شحال كتساوي؟ كتساوي 4. علاش واحد، جوج، ثلاثة، 4؟ اذا مربع. اذا كيف ما قلت لكم لا موين العلاقه ديالو في سيغي سامبل هي هذه: واحد على ان في المجموع ديال اكس اي. اذا نطبقوا العلاقه ونديروا التطبيق عددي. اذا اكس بار كتساوي واحد على 4 بين قوسين، يعني في واحد زائد جوج زائد ثلاثة زائد خمسة، عطاتني 11 على 4 كتساوي 2.75، وهذا هو لا موين. اذا دابا غادي ندوزو سيغي بونديري، وغنعطيو اكزامبل اللي من خلاله غنخدمو بالعلاقه ديال لا موين، ومن خلاله غنعرفو شنو هي سيغي بونديري. اذا عندنا الاكزامبل الاول، عندنا فيه واحد، 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 جوج، خمسة، سبعة. اذا هذه هي سيغي ستاتيستيك. سيغي بونديري شنو هي؟ سيغي بونديري هي عندنا فيها مثلا هذاك الموداليتي كيتكرر. بحال مثلا هنا عندنا واحد، ها هو تكرر ثلاثة ديال المرات، تكرر ثلاثة ديال المرات. اذا عندنا في هاد سيغي بونديري يمكن يتعطى لينا بالميثود الاولى اللي هي هادي، اولا الميثود الثانية. الميثود الاولى يعني فيها سيغي عادية على هاد الشكل، يتعطينا مثلا بحال هكا واحد، 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 جوج، خمسة، سبعة. او لا يمكن لينا نخدمو بهاد الميثود الثانية على حسب اشنو معطينا ملي غيكون عندنا الجدول. اذا في الميثود الاولى خاصنا نحسبو اكس بار اللي هو لا موين. اذا اكس بار كتساوي واحد على ان في مجموع ديال اكس اي. هنا ما عندناش ان اي،
باش غادي حنا نخدمو ب ان اي، لا في سي ريبوندير الميثود الاولى ولا في سي سامبل، ما عندناش ان اي. اذا اشنو غنخدمو؟ غنخدمو غير ب اكس اي. اذا على بركه الله، ان شنو هي ان؟ ان كتساوي 6. عرفنا كيفاش نحسبوها في هاد الصيغه اللي كتكون عندنا على هذا الشكل، 1 2 3 4 5 6. اذا ان كبيره كتساوي 6. اذا بالنسبه هاي ان عندنا، اشنو باقي لينا نحسبو؟ باقي لينا نحسبو المجموع توتال ديال اكس اي، صوم ديال اكس اي، المجموع ديال اكس اي. اذا غنديرو 1 زائد 1 زائد 1 زائد 2 زائد 5 زائد 7، وغيعطينا هنا مجموع ديال اكس اي. اكس بار كتساوي 17 على 6 كتساوي 2.84. وها حنا دابا حسبنا الاكس بار اللي هو لا مويان سي ريبونديري الميثود الاولى. الميثود الثانيه يمكن ليهم انهم يعطيونا شكل ديال جدول تابلو ستاتستيك. حنا عارفين على انه تابلو ستاتستيك عفوا كتكون فيه ان اي. اذا اكس بار كتساوي 1 على ان في المجموع ديال اكس اي فوا ان اي. مزيان. اذا هنا غيمكن لينا نخدمو بان اي، علاش؟ لحقاش هي اصلا عندنا. مزيان. اذا هنا عندنا اكس اي، هنا ان اي، هنا اشنو خاصنا نديرو؟ هذه ما كتكونش، ما كيكونوش حاطينها لينا، حنا اللي خاصنا نحسبوها اللي هي الجداء في اكس اي فوا ان اي. اذا العلاقه هي كاتبينها، من وراها غنمشيو نحسبو الجداء ديال اكس اي فوا ان اي. غندير 1 في 3 3، 2 في 1 5 في 1 5، 7 في 1 7، وغنشدو هادشي كامل. هادشي اللي غندور عليه انا بالاحمر، اولا غندير عليه خط بحال هكا، هادو غنحسبو المجموع ديالهم اللي هو التوتال غيعطينا 17. اذا ان كبيره هيا كتساوي 6، مجموع ديال اكس اي فوا ان اي هو هذا 17. اذا ما علينا غير نمشي ونعوض. اكس بار كتساوي 1 على 6 في 17 اللي هي 2.84. اذا وبعد ما سالينا من سيغي سامبل وعرفنا كيفاش نخدمو فيها نخدمو بها و سي ريبونديري، دابا غندوزو سيغي كونتينيو. سيغي كونتينيو حنا اصلا دائما ملي كنشوفو كونتينيو يا اما كنحتاجو اي او لا سي اي، لامبليتود او لا سونتر دو كلاس. هنا في هاد لا مويان ملي غنبغيو نحسبو غنحتاجو سي اي واللي هو سونتر دو كلاس. كيفاش كنحسبو؟ كنديرو ا بلس بي على دو. مزيان. العلاقه اللي غنخدمو فيها نخدمو بها في هاد سيغي كونتينيو هي كالتالي: اكس بار كتساوي 1 على ان في المجموع ديال سي اي فوا ان اي بلس اكس اي، درنا سي اي. علاش؟ لحقاش هي كونتينيو. مزيان. الاكثريه كت يعني في هاد سيغي كونتينيو كتعطينا طابلو ستاتستيك، كاين عندنا اكس اي و ان اي. سي اي مطالبين حنا باش نحسبوها، وهذيك ان اي فوا سي اي حنا اللي مطالبين باش نحسبوها باش نعوضوها في العلاقه ديالنا ونحسبو. سهله العلاقه، راها ما صعيباش وبسيطه. اذا غنديرو غنحسبو سي اي اللي بالعلاقه ديال ا فوا بي على 2، يعني 1 1 زائد 3 على 2، 3 زائد 5 على 2 عطاتنا 4، 5 زائد 13 على 2 هي 9. بالنسبه لسي اي ما كنحسبوش ليها توتال. مزيان. غنمشيو دابا غنديرو ان اي فوا سي اي. 10 في 2 20، 20 في 4 80، 50 في 9 450. توتال ديال ان اي فوا ان اي فوا سي اي يعني المجموع ديال هادشي عطانا 550. اذا غنمشيو دابا نديرو تطبيق عددي في العلاقه اللي كتبنا. غنديرو اكس بار كتساوي 1 على 80، 80 هي ان، هيا في المجموع ديال سي اف و ان اللي هي 550 كتساوي 55 على 8 كتساوي 6.875، وهذا هو لا مويان ديالنا. اذا نحاولوا نرجعوا من الاول. شفنا سيغي سامبل اللي هي ما كتكررش فيها لي موداليتي، وشفنا العلاقه اللي عندنا فيها هي 1 على ان في المجموع ديال اكس اي لحقاش ما عندناش ان اي. مشينا لسيغي بونديري عندنا فيها جوج ميثود، الاولى والميثود الثانيه. الميثود الاولى كنخدمو بالعلاقه ديال 1 على 2 في المجموع ديال اكس اي، اكس اي بحال سيغي سامبل. من وراها شفنا الميثود الثانيه اللي كاينه فيها ان اي. مزيان. من وراها دابا اخر فقره عندنا في لا مويان هي سيغي كونتينيو، وفي هاد سيغي كونتينيو كيف ما قلت لكم بلاص اكس اي
درنا سي اي وحسبنا. وكنتمنى على ان الفيديو ينال الاعجاب ديالكم وانكم تكونوا فهمتوا هذه البارتي. والله يسهل عليكم ويسهل على الجميع وبالتوفيق للجميع، وشكرا بزاف على المشاهده.